في يوم ختام هذا المهرجان. شوطنا الخامس التي أعطت إشارة البدء به منذ لحظات، شوط خاص بالزمول بفئة الإنتاج والمنتجين. جائزة هذا الشوط اجداد للمركز الأول زايد 1,000,000 درهم. نتمنى التوفيق للجميع في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات المثيرة ومع هذه الأسامي العملاقة اللي سطرت إنجازاتها بحرف من ذهب في هذا العالم الساحر. نسير بالبداية بالمقدمة والصدارة والبداية وتحديات هذا الشوط الحاضرة مع هذه الأسامي العملاقة اللي قاد المجموعة اللي انطلق واندفع بناموس هذا الشوط بهذا الاندفاع المثير بهذه التحديات الجميلة والرائعة. مسموح على الصدارة اغزيلان على الصدارة بالشعار علي بن محمد راعي العوية العامري ينطلق يندفع بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الثاني وأرى التقدم أرى التسلل التحديات للغزال لعبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر الجحيش متابعا لهذا الانطلاق على مستوى المركز الثاني. ثالث المراكز يتقدم الصيرمي يتقدم شعار الشديد على مستوى المركز الثالث يقدم بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع راشد بن محمد بن راشد بن غدير مقدما لهذا الاسم. وعلى مستوى المركز الرابع ياتي ادهم لراشد بن عبد الله بن محمد بن رفيع. ومع المركز الخامس ياتي سلهود بهذا الانطلاق محمد بن عبد الله بن شميل. اكتبي هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة لهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير. ولكن هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لهذه التحديات الجميلة والانطلاقات الرائعة وناموس هذا الشوط ناموسين مع أشواط الانتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. لنا عودة مع الصدارة لنا عودة مع البداية والمقدم واللي قائد المجموعة اللي منطلق بناموس هذا الشوط. اغزيلان يغازل الشداد ينطلق يندفع بناموس هذا الشوط. علي بن محمد راعي العوية العامري مقدما لغزيلان ينفرد يندفع بناموس هذا الشوط. المركز الثاني ياتي في هذا الانطلاق الغزال لعبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر الجحيش. ومع المركز الثالث ياتي الصيرمي راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي. ومع المركز الرابع يصل سلهود محمد بن عبد الله بن شميل الاكتبي. وعلى مستوى المركز الخامس التحديات الانطلاقات قادمة يصل بهذا الاندفاع جزيل فارس بن عبد الله بن سعيد الدرعي مقدما لجزيل على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة النداء الثاني الجولة الثانية مع الخمس الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن أرى هناك أسامي وشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة. كما ننوه ونذكر بأن التتويج سوف يكون بعد نهاية الشوط السادس. نعود في هذه اللحظات والعودة أحمد إلى المقدمة والصدارة. وغزيلان ينفرد بناموس هذا الشوط بهذا الانطلاق. علي بن محمد بن راعي العوية العامري مقدما لغزيلان يتابعه
يتابع بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع منذ البداية، منذ البداية. يا الرشوط يا الرشوط راعي العوية بهذا الانطلاق المتميز والاندفاع الرائع اللي قدمه اللي قدمه اغزيلون، ولكن التحركات الهجوم مكثف منذ هذه اللحظات في هذا الشوط السريع والمرير اللي يحمل في طياته هذه الأسامي العملاقة. المركز الثاني المركز الثاني يصل 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 سلهود مع المركز الثاني مع المركز الثاني محمد بن عبد الله بن شمير الكتبي مقدما مقدما لتحديات سلهود. المركز الثالث هو لمحمد بن سيف بن ماجد المزروعي يصل على مستوى المركز الثالث رابع الانطلاقات من الجانب الآخر الظبي لحمدان بن محمد بن حمد بن مصرح الأحبابي يتسلل يتقدم على مستوى المركز الرابع خامس الانطلاقات خامس التحديات. نتابع الصيرمي نتابع الصيرمي على مستوى المركز الخامس شعار شديد ياتي على مستوى المركز الخامس محمد بن راشد بن محمد بن غدير الكتبي متابعا منطلقا بتحديات شديد ولكن لنا عودة مع الصدارة والصمود الصمود والتحديات مع غزيلان اللي صامد اللي صامد. ويا الرشوط يا الرشوط منذ البداية هذا الانطلاق بهذا الاندفاع المثير علي بن محمد راعي العوية العامري متابعا متابعا منطلقا بتحدياته بتحدياته غزيلان، ولكن أرى الأسامي القادمة التحديات القادمة. سلهود أول أول الهاجمين أول المنطلقين على مستوى المركز الثاني سلهود بشعار محمد بن عبد الله بن شميل الكتبي المركز الثالث المركز الثالث تحديات ولع اللي ولع ولع الشوط بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع المثير محمد بن سيف بن مايد المزروع، ولكن يصل في هذه اللحظات على مستوى المركز الرابع يصل يصل شاهين عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري بأول ندى يتقدم يتسلل على مستوى المركز الرابع خامسا من الجانب الآخر من الجانب الآخر. وصلت الأسامي وصلت الشعارات وصلت التحديات بهذا الانطلاق مع المنعطف مع المنعطف الأخير مع تحديات هذا الشوط والسيل القادم السيل القادم مع هذه الأسامي العملاقة شعار بالعود من الجانب الآخر من الجانب الآخر مع المركز الخامس مع هذا الانطلاق المتميز ومع هذا المنظر بهذه التحديات الجميلة. نتابع البداية نتابع الصدارة وأرى هناك أيضا غزيلان مسيطر 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 كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. علي بن محمد راعي العوية العامري يسيطر على مجريات هذا الشوط منذ البداية بهذا الانطلاق الواضح والباين بدون أي أوامر بدون أي تعليمات بدون أي أيضا تحديات. في هذا الشوط ينفرد ينفرد انفراد كلي وهو الأقرب هو الأقرب للشداد والمغادرة المغادرة للوحة الاثنين كيلومترات بوابة المدرج وأول العابرين لهذه البوابة غزيلان غزيلان القادم من القطاع الجنوبي مع تحديات هذا الشوط بشعار راعي العوية. المركز الثاني ياتي سلهود محمد بن عبد الله بن شميل الاكتبي يتسلل على مستوى المركز الثاني المركز الثالث. نتابع تحديات ادهم لراشد بن عبد الله بن محمد بن رفيع من يتابع من يتابع بهذا الانطلاق على مستوى المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع شعار عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. واللحظات اللحظات الأخيرة اقترابنا اقترابنا مشاهدينا متابعينا الكرام من لوحة الإعلان لوحة الألف والمئتين
وين اربطوا الاحزمه، اربطوا الاحزمه مع هذا الانطلاق المتميز. المصانع الجنوبيه يحتفلون بهذا الانطلاق، شعار راعي العويه مباعد المسافه، مباعد المسافه يا الرشوط منذ البدايه مع غزيلان، مع غزيلان يغازل الشداد، يغازل الشداد، يكسب الشداد، يكسب ناموس هذا الشوط بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات. شوط الانتاج والمنتجين، غزيلان على الصداره، غزيلان على المقدمه، يقدمه علي بن محمد راعي العويه العامري. ولكن سلهود، سلهود محمد بن عبد الله بن شبيل الاكتبي يصل الصيرمي، يصل الصيرمي مع المركز الثالث، يتسلل بدوره مع المركز الثاني. راشد بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي متابعا للصيرمي، اللحظات، اللحظات الاخيره، ومع المركز الثالث، المركز الثالث ياتي، ياتي محبوب محمد بن غريب بن راشد الاكتبي. اللحظات، اللحظات الاخيره، وغزيلان، غزيلان، غزيلان صامد، والهجوم، الهجوم، الهجوم، الهجوم المكثف مع الصيرمي، الصيرمي، غزيلان، الصيرمي، الصيرمي، غزيلان، وغزيلان هو الاقرب. السلامات، السلامات عيناويه، عيناويه، اهالي القطاع الجنوبي هم الاقرب، هم الاقرب مع غزيلان في شوط الانتاج والمنتجين. الشداد هو الاقرب، هو الاقرب، يغترب، يغترب الصيرمي، الصيرمي، غزيلان، الصيرمي، الصيرمي، ولكن غزيلان، غزيلون، غزيلان. سلام للوقا، سلام، اسعدت صباحا، تهانينا، تهانينا لمالك مع هذا الانطلاق علي بن محمد راعي العوية العامري. سلام للوقا مع اشواط الانتاج والمنتجين. المركز الثاني ياتي الصيرمي بشعار راشد بن محمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث محبوب محمد بن غريب بن راشد الاكتبي. المركز الرابع شاهين المبارك بن محمد بن قران المنصوري. المركز الخامس مخايل محمد بن سليم بن سالم العفاري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى في شوط الإنتاج والمنتجين. ولكن أهالي القطاع الجنوبي يحتفلون مع الشداد وانطلاقة غزيلان اللي غازل الصدارة منذ البداية. 12 دقيقة 34 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لعلي بن محمد راعي العوية العامري على فوز غزيلان بالمركز الأول. لحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني ياتي الصيرمي بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 36 ثانية 7 الزمن الثانية. تهانينا لراشد بن محمد بن راشد بن غدير الاكتبي واللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول أيضا وتحدياتي محبوب يصل مع المركز الثالث. ياتي بتوقيت زمني مقداره لحظات وصوله الى خط النهايه 12 دقيقه بالتاكيد 42 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا لمحمد بن غريب بن راشد الاكتبي، تهانينا للجميع والنوم.